أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك صفا صفا. جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.